اختتمت أعمال القافلة الطبية بوحدة الأمل الصحية التابعة لإدارة القصير الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استمرت على مدار يومين. ووقعت القافلة خلال يومين الكشف مع صرف العلاج بالمجان ل 982 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.